اليوم الانطلاقه ديال الحمله، يعني انه عدنا تقريبا اننا في طريق العوده الى نقطه الصفر، على اعتبار انه اليوم الجمعه الارتفاع ديال الحالات ديال الاصابه بكورونا المتحوره دفع السلطات على مستوى عماله مقاطعه الضربده انفا ومدينه الضربده ككل، يعني اليوم كنتكلموا على الانطلاق الفعلي للحمله وللحفاظ على التوقيت. الموضوع هو 11 لانه تطبيق القانون يعني وداعا لذلك التساهل اللي كان منذ زمان. اليوم التطبيق الحرفي، يعني انه البدايه ديال الحمله انه 11 ديال الليل، ديال انه الانسان خصو يلبس الكمامه ديالو، الانسان خصو يحافظ على هذاك التباعد لان الامر ما بقى سهل. نداءنا اليوم للمواطنين انه الامر لم يعد سهلا وليس هناك اي تهاون، الامر اصبح خطيرا، وهو ما وثقت له هذه الحمله اللي انطلقت اليوم الجمعه ابتداء من الساعه 11 ليلا وما زالت مستمره الى حدود الان. حمله يشارك فيها السلطات المحليه والسلطات الامنيه على مستوى عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا وعلى مستوى ولايه الدار البيضاء الكبرى، يعني الحمله اللي كتعطي البدايه ديال الانطلاقه ديال ذلك الالتزام بالتوقيت، او يعني نحن على مقربة من العودة الى نقطة الصفر.